اسفوا عليكم امبارح لما راحوا الفرقه 30 على الحدود، بعد الحدود مباشره كانوا رايحين. احتفال قويه بحقوقهم القانونيه والماليه مستقبلا. قمنا بالتوضيح حتى نستطيع ان نضعها في وجه اي لجنه او تسويه او بلد اخر غير بلدنا، لان الحكومه تحتيه ولا نملك اي شيء. اي تحركه من تحركاتنا تتطلب منا التمويل، ونحن وزع المصاري. ما عم يشرح للناس انه هذه المبالغ، انتم لازم توقفوا على طريق مؤسسات الشعب السوري هذه المبالغ والمساعده، بحيث الشعب السوري يوما ما يعرف من خلال مؤسساته انه الشعب الفلاني ولا الدوله الفلانيه ولا الحكومه الفلانيه سواء صفر. هذا اللي انتوا عم تتواصلوا معه وتعطوه مصاري بالشتى وياخذها للداخل، يقينا ان هم يفتت، يعني باحثين عن تفتيت مؤسساتنا من خلال دعم اجساد فيها. يعني هم يدعموا مثلا قياده الشرطه، بس ما بيدعموا عن طريق مثل ما تفضل السيد رئيس الحكومه. يعني لما تيجي تنفي كل الحجج عندهم وفصل لهم كل حججهم، الحقيقه توصل الموضوع للسلطه. هم يريدون الصوت. علما للانصاف في الاداره الجديده هي الوزاره ومحاور رؤيه الوزاره وهيكليه الاداره المركزيه في الوزاره والمديريات التابعه لها، حيث انشأنا 9 مديريات.